يوم الاثنين تاريخ 23 3/1442 الساعة 8:30 الصباح غرب حايل بمصور دكتور عبد الحكيم أخلاوي. شوف منظر الشلالات كل الدنيا تصب. شوف منظر الشلالات موقع جبال حبرات غرب حايل. شوف ما شاء الله. شوف الشلالات. شوف الغيم. شوف الشلالات هذه كلها تصب. كل الشلالات الشلال يصب اليمين شيء لا يوصف. ما شاء الله اللهم اجعلها امطار خير وبركه ومساعده هالبلاد والعباد. واللي تحت هذا كله تشوفونه برد. كل المنطقه هذه برديه ضربتنا. اللي يقول لي لا متى وانت كشات وش استفدت من السنين اللي راحت وانا اكشت بقضي حياتي وانا سات يزي لحقت رغبتي يوم لاحت ويزي ريحه شبت النار بالذات والدل اللي بطالف النار فاحت وهذاك يقوم يروح يلقط حطيبات وهذاك قايل له بروق انت لاحت. رجع البرد من جديد. ما شاء الله هذه السحابه الثانيه ووراها سحابه ثالثه. اجواء خيال. شوف سيل وبرد ونخود وحجر تضاريس متنوعه ورمل. ما شاء الله. شوف البرد. اللهم لك الحمد يا رب. ما شاء الله تبارك الله. وبدنا عن المطر شابين من اليوم داهمنا السير الحمد لله مكان السيارة ورجعناها ورا. هاي هم مبروك عليكم الخير. والله يا بالغار ما فيه نقطة مطر. ما شاء الله سحابة بعينك في السحابة. هذه سحابة وهذه سحابة لها برود من اليوم كلها سحب غزيرة. عز الله ان الجو ذا فيتامينات احس فيه انت ونفسي استراحت. عاد انت لك رغبة وللناس رغبات خلى الظروف اللي علينا اجتاحت اهم شيء. تبارك الله. طبعا الشلالات هذه من الامطار اليوم الاثنين. الخطة الآن ما شاء الله تبارك الله. هذه أحد شلالات جبة شمال حايل. اليوم الاثنين 23 ربيع أول 1442 الموافق 9 نوفمبر 2020 فوقكم جنوب 2000. يا ما شاء الله الكبير. اللهم صل على النبي. ما شاء الله.
الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم. هذا اليوم الاثنين الله ما أدري تاريخ كم حقيقة، معذرة. ما شاء الله، هذا عوض وهذا عوض. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذا البرد يمشي على برد. أبو عبد الرحمن أصخري.